السلام بين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة. يسأل واحد لما وجوا على المدينة، العائلة كلها استشهدت، الأصحاب الأنصار والنساء سبايا جايين من السبي، أطفال أيتام. واحد في ذروة هذا المشهد الحزين والمؤلم يسأل علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: من الغالب في هذه المعركة؟ حسين المقتول المذبوح غريبا عطشانا محاصرا، أم يزيد الذي أمسك بزمام السلطة؟ يقول زين العابدين عليه السلام لهذا السائل: إذا رفع الأذان عرفت الغالب. إذا رفع الأذان، عندما يرتفع الأذان بعد قليل ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهبل ليس إلها، واللات ليس آلهة، والعزى ليست آلهة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ستعرف من الغالب. كان زين العابدين عليه السلام يأتي إلى الجزار في السوق الذي يريد أن يذبح الشاة أو البقرة، فيقول له: يا هذا، هل سقيت الشاة ماء قبل أن تذبحها؟ فيقول له: نعم يا ابن رسول الله. فيقول: أما أبي فقد ذبح عطشان. كربلاءك هذه يا سيدي لن نغادرها، سوف نبقى فيها بأجسادنا وأرواحنا، بعقولنا وقلوبنا، بأقلامنا وبنادقنا، بحبنا وبغضنا، بدمنا ودمعنا، حتى نلقى حفيدك مهدي هذه الأمة، وحفيد رسول الله، ومجدد هذا الدين، ومظهر العدل الإلهي في هذا العالم. ونحن إن شاء الله على الموعد وفي الانتظار، لن نترك إمامنا وقائدنا ليخدعه أحد، أو يسلبه أحد، أو يقتله أحد، أو يقطع رأسه أحد، أو يسبي نساءه أحد. لقد كانت هناك كربلاء واحدة انتهت بهذه الفاجعة، ولكن في أي أمة تحضر كربلاء بروحها لن تكون الخاتمة فاجعة.